هو واحد من أكبر وأميز الكتاب والروائيين المصريين، أبدع في كتاباته وفي تصوراته وحتى أشخاصه بالروايات والقصص، حتى شكل مع جيل من العظماء في الأدب والفن قوة مصر الناعمة. هكذا كان الكاتب والروائي الكبير إحسان عبد القدوس. 100 عام على ميلاد إحسان عبد القدوس، المولود في الأول من يناير عام 1919. لم يترك إحسان عبد القدوس ابن السيدة فاطمة اليوسف مؤسسة مجلة روزا اليوسف الصحفية ركنا من جوانب الحياة إلا وكتب فيها: من الصعب أن تصنفه كاتبا أو روائيا، فهل هو أديب وروائي يكتب قصص الحب والرومانسية، أم أنه مؤلف وكاتب للسيناريوهات فأبدع في السينما بأعمال حاضرة إلى الآن؟ بحب واحد، قصدك يعني في واحد هيجي ويطلبك للجواز؟ طب ومالك مكسوفة كده ليه؟ اطمني يا حبيبتي، أنا هكلم بابا وأعمل كل حاجة، ومادام بتحبيه وهو كويس يبقى خلاص، اعتبروا نفسكم متجوزين من النهاردة. ألف مبروك يا ناجي، محدش هيجي يطلبك. انت مش قلتلي ان في واحد بيحبك؟ ايوة بيحبني وبحبه، بس مش هيخطب. طب مدام بيحبك مش هيخطبك ليه؟ اصله مش بتاع جواز. ايه؟ اهم ما اعتز به هو شرف المهنة، وشرف المهنة يحتم علينا ان نحتفظ بالاسرار التي نستمع اليها وألا نستغلها. هكذا وضع إحسان لنفسه تشريعات صحفية لا يخطئها احتراماً لقلمه ولمهنته، ليترفع هو عن الوقوع في أخطاء وقع فيها العديد ممن عاصروه. ذاق إحسان مرارة الاعتقال عندما شغل رئاسة تحرير مجلة روزا اليوسف في قضية الأسلحة الفاسدة التي لفتت أنظار الرأي العام إلى خطورة الوضع التي عاشت فيه مصر. أنا بعتبر أن الفن بمختلف أصنافه فيه جمال، وأن اللي يتحيز لنوع واحد من الفن ده بيحرم نفسه من جمال كبير أوي. كتب عبد القدوس أكثر من 600 قصة، وتحولت 49 من رواياته إلى نصوص لأفلام. أنا لازم أخليها تتحسر وتندم على إنها ما استنتنيش. هبتدي حياتي من جديد، وحبني لنفسي مستقبل يخلي الناس يتكلموا عني زي ما بيتكلموا عن الدكتور فؤاد وأكتر. والله إن قدرت بعال. ما أقدرش ليه؟ أنا كنت كويس لما كنت بحب سميحة، وأنا لسه بحبها، وهفضل كويس طول ما أنا بحبها. وخمسة أخرى تم تحويلها إلى نصوص مسرحية، إلى جانب إخراج 9 مسلسلات إذاعية من رواياته، وعشرة روايات أخرى تحولت إلى مسلسلات تلفزيونية. عبد الوهاب نجح، ألف مبروك يا ألف نهار أبيض. عبال يا رب كده ما ياخد الشهادة الكبيرة ومبارك لك. يا رب يا فهيم يا رب. الواد ده ماشي بدم، بس الحمد لله أهو عدى. الحمد لله. هو جاب كام؟ مش عارف، بس أمه قالت لي إنه جاب نمر كبير. الحمد لله، خير وبركة. ترجمت أعماله إلى عدة لغات، منها الإنجليزية والفرنسية والأوكرانية وأيضا الصينية والألمانية. وصف مسيرته في الحياة فقال: عشت حياتي كلها أشعر بالوحدة بين الناس دون أن آخذ شيئا من كفاحي إلا استمراري في الكفاح من أجل الحرية. ويبقى إحسان عبد القدوس لم تنطفئ شمس قلمه كاتبا أو روائيا على مدار 100 عام وحتى الآن.